أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأحبة، أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج قصة نجاح. هذا البرنامج تشاهدوه على شاشة قناة الفلوجة كل جمعة الساعة 10. مثل ما عودناكم دائما نستضيف ببرنامجنا ثلاث قصص ملهمة ورائعة من محافظات عراقية مختلفة، أكيد يجمعها التميز وطريقها هو واحد، طريق النجاح. خلينا احنا وياكم مشاهدينا نبدي حلقتنا ونتعرف احنا وياكم على اول قصه. فاضل كامل النعيمي، سكن محافظه النجف الاشراف، دراستي مدرسه احياء تخصصي علوم بيولوجي، العمر 27 سنه، والحاله الاجتماعيه عسباء. الهوايات والاهتمامات الكتابه، القراءه كلش احبها، كلش احب اقرا، وبنفس الوقت هو اي شيء تصميم او يعني اي شيء يخص الوعد الطبيعي والهدايا والاكسسوارات، يعني مرات يعني هم نشتغل بايدنا مو بس يعني نجيب شغلات جاهزه، فهذا كلش يعني يلهمني ويستهويني بشكل، يعني اي شيء يخص الاكسسواريز الوعد الطبيعي الهدايا. هي فكره العمل مو من هسه، يعني هي بالبدايه كانت هوايه، يعني انا صغيره يعني بالعمر 10 سنوات هم يمكن اقل، يعني كنت بالبيت يعني اخذ شغلات بسيطه واسوي بها اكسسوارات، اغلف مرات شغلات كلش بسيطه، يعني هي هوايتي اللي يعني يمكن ماكو حد يصور شنو الشغلات اللي كنت اشتغل بيها، بس كلش بسيطه. يعني بنفس الوقت كنت اطمح كلش انه بيوم من الايام تصير فد مشروع والناس تعرفني، يعني كلش كنت اطمح. ومرور السنين يعني بديت شويه شويه اطورها لحد ما صارت هي عملي. انا من تخرجت اساسا انا كنت فاتحه يعني مشروعي هذا اللي تشوفوني بيه، يعني انا من مرحله ثانيه كليه يعني الحمد لله والشكر قررت انه افتح المشروع، يعني جانب الدراسه يعني من دراستي وكملت وكان عندي طموح بالدراسه انه اكمل الجامعه واخذ البكالوريوس، يعني بوقتها انا كان عندي شغل الحمد لله، يعني كنت مسويه لنفسي شغل واعمل به، يعني ما انتظرت فرصه تعيين، لان انتم تعرفون يعني بالعراق التعيين شبه مستحيل، انه صعب تحصل تعيين. فقلت لك يعني من انا مرحله ثانيه فاتحه مشروعي، فمن تخرجت ما اقول لك يعني ما دورت على تعيين، لان الواحد من يتخرج من الجامعه يعني يتمنى انه يحصد ثمار التعب مال السنين اللي مر بيها، يعني فكرت فقط ما انه اسعى وادور، بس للاسف يعني كل محاولاتي باءت بالفشل، ما حصلت على تعيين. تجربة الهدايا والزهور وتجربة يعني فتح مشروع خاص لي يعني كان حلم عمري، ما كنت يعني حقيقة مو قلة ثقة بالنفس، بس يعني كنت أواجه كل الصعوبات يعني ماكو حد يتخيلها لحد ما وصلت لهاي المرحلة. فمن حققت أول نجاح يعني كنت كلش فرحانة، صح كمية تعب فظيعة وسهر وكذا، بس الحمد لله والشكر يعني مهما الإنسان يتعب وكذا يعني رب العالمين ما يتركه أو كذا، يعني لازم يعني يراوي ثمار التعب. بديت أتعلم هواي شغلات يعني بالتصميم والكذا، بديت أصمم يعني سيتات نسائي جلايد وتاتش وهاي الشغلات، فيعني بدأت تصير عندي هواي مواد، فأحتاج مكان حتى أعرضها وحتى الناس يعني الفئة النسائية تشوفها وتقتنيها. فبذيك الفترة أتذكر يعني قبل 8 أو 7 سنوات يعني كنا نشارك نسوي معارض أنا وهم أكو بنات يعني صديقات وياي بذيك الفترة، يعني نشترك نسوي معارض بازارات ونعرض البضاعة اللي يعني إحنا نسويها بإيدينا، أعمالنا اليدوية الهاند ميد. ويعني الحمد لله بديت شوية شوية إنه يعني معرض ورا معرض، يعني الحمد لله بدأت تمشي الأمور، وهماتينا صاروا عندي يعني زبائن يوصوني، يعني تعرف من صديقة صديقة ومعارفنا، وسويت هماتينا بيج يعني بوقتها على الإنترنت ونشرت بيه كل الشغلات اللي عندي، فالناس قامت تشوف هذا الشيء يعني متصمم بالإيد، يعني ما موجود بغير مكان، يعني إحنا أغلبنا نحب القطعة اللي هي تكون يعني وين بيس قطعة واحدة، يعني ماكو غيرنا يلبسها بس إحنا نلبسها. المشاريع اللي تكون بدايتها بسيطة وصغيرة لابد ما يجيها يوم وتثمر وتنطي لصاحبها أكيد تطورات هائلة وغير متوقعة. هذا الأمر ينطبق على قصة هبة، كانت بدايتها جداً متواضعة، لكن هي بإصرارها وبروحها المفعمة بالطاقة والنشاط أكيد حققت اللي تريده. إضافة إلى ذلك بعد ما شفنا أنه أكو معوقات هواية صارت لهبة، لكن هذا الشيء ما أثر بيها، ظلت تحاول وتحاول إلى أن حققت الجهد وحققت النتائج اللي هي تريدها. قصة هبة بعدها ما انتهت، بها هواية تطورات، رح نرجع احنا وياكم مشاهدينا إلى هبة ونتابع البقية.
بعدين كملت الإعدادية، دخلت كلية، هم يعني كنت أعمل يعني بأماكن مختلفة لحد ما يعني قررت إنه بعد أفتح متجر، يعني لا أشترك بمعارض ولا يعني أعمل بأي مكان ثاني. بالنسبة لمدينتي يعني وللمجتمع العشائري يعني ما لقيت أي يعني مشكلة أو صعوبة، بالعكس يعني الأغلبية كانوا يقولوا لي عاشت إيدك والله يوفقك، ما الحمد لله ما عندي أي مشاكل. يعني أكو كانوا داعمين إلي معنوياً إنه عاشت إيدك واستمري، أي شيء تحتاجين إحنا موجودين. وعلى مستوى العائلة يعني بشكل خاص الحمد لله يعني هم ما لقيت مشكلة، يعني بالعكس والدي كان داعم إلي، أخوي الصغير الله يرحمه همتين يعني كان داعم إلي، والدتي أختي هم كانت وياي يعني تساعدني بالأعمال وكذا. ولحد هاي اللحظة هو يعني أكو في نقطة كلش مهمة، الإنسان لو يعني كان بأي مجتمع صعب لو شيء، إذا هو يعني عنده هدف وإذا هو عنده فد رسالة معينة ونيته صادقة وهو محترم راح يلاقي الاحترام وين ما يكون بأي مكان. بالنسبة للمخاوف انه يعني كان بالمشروع او كذا، طبعا هو كل انسان يفتح اي مشروع يفكر انه خاف يفشل، خاف ما ينجح، يعني هاي حتما كل انسان تمر على باله هاي الفكرة. ما اقول لك انه هاني ما خفت، لا خفت يعني من هواي شغلات كانت بوقت ما فتحت المشروع افكر يعني اقول شلون هيك شلون هيك، تجي على بالي افكار مال الخوف، بس بنفس الوقت يعني اني ثقتي بنفسي عالية، يعني الإنسان يعرف أنه رب العالمين مني وكله بأي أمر، هو الله منطي يعني قدرة ومنطي تحمل وصبر وقابلية حتى يتم هاي المهمة، خصوصاً إذا الإنسان مخلي هدف. أنا دائماً أقول أنه الإنسان إذا عنده هدف معين يريد يوصل له وبنفس الوقت ما عايف هذا الهدف مخليه يعني عرف أو بأي خانة، لا مخلي هذا الهدف يعني نصب عينه ويعمل يومياً ويسعى ويسهر ويتعب على مود بس يحقق هذا الهدف، فمليون بالمية راح يحققه حتى لو كان عنده يعني بداخله شوية تخوف وكذا. مجرد ما أنت تسعى وتحاول تلقائياً راح تشوف هذا الخوف يتلاشى، يعني أمور الوقت وتمشي الأمور تمام الحمد لله. يعني كلف نفسه وقال لي مبروك. وبالنسبة للوقت اللي يعني هنا أقضيه بالمحل، من كنت طالبة يعني أنا ذكرت أنه يعني فتحت المتجر وأنا كنت يعني مرحلة ثانية بالجامعة، كنت أطلع من الكلية يعني نطلع بالثنتين مرات مرات بثلاثة نطلع من الكلية، أنا أروح مباشرة للبيت أصلي وأكل لقمة وأبدل وأروح للعمل، يعني تقريبا بالأربعة أنا واصلة المتجر ومن الأربعة على 12 بالليل يوميا، هاي يعني ما عندي فد اجازه. بعدين من تخرجت لا اختلفت الوضعيه، يعني صارت اجي من 10 الصبح ل 12 بالليل وتتغير يعني مواعيد العمل، مرات يعني تصير ظروف انه نضطر نغير موعد العمل نخليه من 4 ل 11 حسب الموسم وحسب الـ يعني الفصل الخريف شتاء هم يختلف. يعني اسم المحل سميت العلويه الهدايا لان اساسا انا علويه، يعني بوقتها جت هواي اسماء ببالي بس يعني العلويه هو يعني كنت انا دائما يعني كل مكان يصحوا لي علويه، فقلت خليها اثبت انه العلويه الهدايا ومشي الحمد لله وسويتها مشروع. اعمالي المنزليه اكملها يعني ابدي اشتغل بالبيت من 11 يعني مرات حتى الثلاثه للاربعه الفجر اني بالبيت، يعني هم ادرس بنفس الوقت يعني ملزمتي بايدي او كتابي واني اشتغل مثلا اسوي اي شيء مثلا اطبخ اغسل ملابس انظف، يعني هاي الشغلات المنزليه هاي يوميا. يعني تبقى الايام اللي ما عندي بها كليه يعني اللي هي مثلا يوم جمعه سبت ما عندنا دوام يعني اقضيها بس نوم صراحه، لان باقي الايام ما نام. يعني انا اتذكر الكليه يعني كمعدل يومي للنوم ما يتجاوز الاربع ساعات ابد، يعني ما اتذكر في اليوم انا بالكليه طالبه وانام اكثر من اربع ساعات. مشاهدينا احنا وياكم دنتابع قصه هبه من محافظه النجف، شلون قدرت انه تحقق احلامها واهدافها على الرغم من بعض المعوقات. هبة أكدت لنا أنه إحنا أيضاً بإمكاننا أنه نخطط بشكل صحيح، إذا كان عندنا دراسة وإذا كان عندنا هدف بإمكاننا أنه نحقق نجاحاتنا. نرجع لقصة هبة لأن بها هواية تطورات راح نشوفها إحنا وياكم. يعني الصعوبات اللي واجهتها ده على المستوى الخاص يعني كانت تصير مشاكل، أي إنسان يسوي أي شيء بسيط بهاي الحياة وينجح به لازم يعني يظهر كم شخص بحياته معارض للفكرة أو كذا، وما يكتفون إنه هم يعني إنه أفكارهم ما تتطابق أو تتوافق ويا أفكارك، لا لازم يسببوا لك مشاكل. يعني مريت بهواي مشاكل بهواي صعوبات، يعني أعظم الصعوبات اللي مريت بيها هو موت أخويا، يعني استشهاده كان هالشي كلش صعب علي، يعني سنتين
صار والوضع يعني ابد لحد الان ما تعدى، يعني لحد الان انا اعاني، اكو فراغ كلش كبير بحياتي، ايش قد احاول انه انسى وتمر الايام بس يعني احس اكو جزء مفقود كلش عظيم، يعني اي شيء ما يملي ابدا حرفيا. لين فتحت المشروع هو كان وياي وكان يحكي وياي حكي مال الكبار رغم انه هو صغير، وكان يقول لي استمري، وكنا من نروح لاي مكان على مود مثلا نحاكي احد او كذا هو كان وياي بجانبي فهو يسبقني بالحكي، يعني فهذا الشيء كلش عانيت من عنده نفسيا حقيقه يعني افتقده لحد الان. وانا اذا نجحت بيوم او يمكن تشوفون يعني المرحله اللي وصلتها نجاح، يعني اهدي كل نجاحي وكل شيء سويته يعني الى روحه، هاي على المستوى يعني الشخصي. إذا بمستوى عام يعني على مود يعني العمل والكذا، فأغلب الصعوبات اللي أواجهها يعني بشغلات التسوق، البضاعة، يعني تمر علينا شغلات ويا الزبائن، فد مشاكل معينة، بس يعني مو ذيك المشاكل الهائلة اللي كلش صعبة، لا مشاكل يومية ويعني بعقل وكذا تنحل، يعني أحلها بيوم، يعني أحلها ما يتجاوز يومين ثلاثة وينتهي الموضوع، ومرات يعني مشاكل كلش بسيطة بساعات تنتهي ويخلص الموضوع. بالنسبة للدعم، أول شيء أنا دائما أذكر أنه الدعم الحقيقي والسند الحقيقي لأي إنسان هو رب العالمين، هو الصديق الحقيقي والصاحب اللي ما يترك صاحبه بأصعب الظروف. بالمرتبة الأولى هو رب العالمين الحمد لله، بالمرتبة الثانية والدي ووالدتي، وبالمرتبة الثالثة يعني الدعم النفسي، أنا كنت دائما أدعم نفسي، دائما أسمع نفسي كلام داعم، يعني دائما أقول لروحي حتى لو كنت مريضة، كنت تعبانة، كنت أي شيء، يعني بداخلي صوت يدعمني، يعني أحس بداخلي أني أكو إنسان داعم إلي، يعني إنسان ما يتركني أبد، يعني بكل الأحوال سواء كنت مريضة، تعبانة، مجهدة، مرات يعني كلش مريضة، بس بنفس الوقت أني يعني أكو شخص بداخلي يقول لي استمري لا تضعفين. فحقيقة كان هذا الشيء يعني كانوا لحد هاي اللحظة هالشيء كلش حلو، يعني حتى مرات يعني أنا كلش مريضة وتعبانة، بس يعني اللي يشوفني يقول ما بين مريضة، لأن أنا بداخلي أكو شيء حلو، يعني ما أعرف شلون أوضح الفكرة، أتمنى تفهمون، بس هو أكو صوت بداخل الإنسان دائما لو يعني يشجعه لو يهبطه، أنا الصوت اللي بداخلي دائما يشجعني، فلهذا بأصعب الظروف يعني مرات حتى أنا مريضة وأطلع أشتغل، يعني كلش طبيعي، ما أنام بالفراش أو كذا، الحمد لله والشكر. أفضل شيء يسويه إنسان كعمل إله هو يستغل هوايته اللي يحبها كعمل إله. أنا بيوم من الأيام كنت أحب الإكسسوارات وأحب هاي شغلات الورد وكذا، وبنفس الوقت افكر انه هاي الهوايه راح احولها الى عمل. فاذا انت عندك يعني فد هوايه معينه استغلها واتعب عليها وطورها بمرور الوقت والايام، صدقني بيوم من الايام راح تصير عمل وراح تستفاد من عندها. ليش انا اعوف هوايتي مركونه على رف وما استغلها، اللي هي ممكن بيوم من الايام تصير عملي الخاص بي واللي راح يفيدني ويغنيني عن الحاجه لاي احد، يغنيني انه انا ما اروح ادور ورا فلان وعلان حتى يعينني، ما اروح اقابل شركات التوظيف حتى بس تعينني باي مكان، يمكن هو ما يحفظ كرامتك وما يحفظ شخصيتك. امنيتي يعني انه واحد يدعم الثاني وواحد يشجع الثاني لحد ما نبدي شويه شويه، يعني انا من اشوف صديقي ينجح وادعمه، يعني هل معقول انه انا ما افرح له من اشوف اختي باديه مثلا مشروع صغير او كذا ادعمها، صديقتي وهكذا، يعني واحد ورا الثاني ينجح، واحد ورا الثاني ينجح، يعني راح تنجح فئه وبعدين راح تنجح في مثلا حي معين وبعدين مدينه وهكذا، يعني يبدي المجتمع العراقي كله يتطور. تابعنا احنا وياكم مشاهدينا قصه هبه، وكانت اهم سمه بهذه القصه هو الايمان، يعني هبه رغم استشهاد اخوها وهذا الشيء اثر بيها، لكن بالعكس خلالها دافع قوي على انه تستمر بنجاحاتها وتستمر بتحقيق اهدافها. اكيد هذا الشيء ساعدنا على انه احنا ايضا نتيقن ونؤمن بالقدر، ورغم كل الصعوبات نقدر نحقق اهدافنا. رح ننتقل احنا وياكم مشاهدينا الى قصه ثانيه بس بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، رح ننتقل احنا وياكم الى قصه ثانيه. التميز عنوانها، مجرد ما انت تخلق لنفسك طريق فهذا نجاح بحد ذاته. خلينا احنا وياكم مشاهدينا نتعرف على هاي القصه. اسم محمد، الملقب محمد الملك، التحصيل الدراسي بكالوريوس تربية رياضية، والسكن محافظة الديوانية، أعمل بعدة مجالات، يعني
عملت في مجال الأزياء قبل فترة، يعني فترة حيل طويلة بمجال الملابس، ملابس الماركة وشي وكذا، وهاي لحد ما هذا الحكي يعني أزيد من 2008 أو 2007 عملنا بهذا المجال. فتعرفت على أصدقاء كنا نتبادل الصور الأزياء والموديلات، فحبينا نسوي فكرة أنا واحد أصدقائي اللي هو سمير الباش، تحياتي له. فقضينا نتبادل بالأفكار ونتبادل بالصور وهاي، فحبينا نخلق هذا الجو اللي هو جو الأزياء وتبادل الخبرات والتصميم وهاي الأمور. والحمد لله والشكر يعني وصلنا مرحلة حلوة ومرتبة، وخلينا هذا الموضوع يتعرفون عليه كثير شباب. موضوع الأزياء هي يعني يجي عن طريق الفطرة كتنسيق وكذوق وكتبادل خبرات ويا الأصدقاء. هذا الموضوع شيء ضروري بس صاحبين الاختصاص. فسبق وان قلت لك يعني الموضوع كان مجرد موضوع قبل لا تصير هاي الأفكار وقبل لا تنطرق هاي المواضيع، فموضوع عن طريق أستاذ سمير الباش وصار هذا الموضوع والحمد لله والشكر. عن طريق أسسنا حتى مجاميع شبابية على مستوى العراق اللي هي محافظات، يعني على مستوى محافظات بصرة، بغداد، نجف، ديوانية، وأسست فريقين اللي هو الخط الأول، فريق الخط الأول، وشارك عدة مشاركات هواية الحمد لله والشكر على مستوى العراق، ومهرجانات على مستوى الديوانية وعلى مستوى بغداد احنا سويناه باسمنا يعني. والحمد لله والشكر يعني صار صدى وصار موضوع، وعملت بعد همات بعدة مجالات. الكاريزما شيء ضروري يعني بهذا الموضوع اللي هي الأزياء، تدخلك بعدة مجالات اللي هي شنو إدارة أعمال تنطلب أنت، تنطلب يعني كمثلا عدة قنوات تقديم البرامج أو كبعض الأمور. عندنا شخصيات يعني حتى دارت مكاتب خاصة لبعض الشخصيات. فيعني هذا الموضوع يعني به هواي اللي يعمل عليه بصورة صحيحة به هواي أمور ناجحة وراقية. موضوع التصميم كان نادرا بالعراق، يعني كانت مجرد يعني شخصيات قليلة يعني وكبار على مستوى كبار، ونتعلم من عندهم. اختصينا بالرجالي لأن الرجالي أول شيء يعني من النوع، أحكي لك الصراحة، من الرجالي من النوع اللي سهل، يعني سهل بالتصميم، بنطرون أو بدي وتضيف عليه إضافات ضربات أو شيء، أو شاكيته تفصال حسب قياساتك اللي مطلوبة أنت، أو ضربات ألوان أو إضافات أو يعني تطعيم قمصان أو شيء، يعني موضوع حلو وسهل. وكانت كبداية صعبة أي صحيح، بس من بعدها تعلمنا وصرنا نعلم. الاهتمام بأن نصنع مشاريع جديدة وغير معهودة سابقاً، أكيد النجاح رح يكون هو حليفها. لذلك دائماً نشوف أكو هواية مشاريع تتميز بالتفنن بالبصمات اللي خاصة بها، الناس رح تقبل عليها أكيد وتحب هذا النوع من التجديد. محمد دخل إلى عالم الأزياء والتصميم وساعد أكثر هذا على أنه يتميز به، لأنه هو حاب هذا الموضوع وحاب أنه يخلي بصمته بعالم الأزياء. رافق محمد هواية تطورات وهواية تجدد بناحية هذا المشروع. رح نتابع احنا وياكم بقية القصة ونشوف شنو كانت هذه التطورات. أنا من ناحية المقربين علي وأهلي وأقارب لا متفهمين الموضوع، لأن هو موضوع يعني موضوع حلو ونازك ويدل على النظافة ويدل على الذوق ويدل على هواي أمور. أما بعض المهرجانات تعرضنا لها لهواي أمور، ليش؟ لأن المقابيل عبالة مجرد شخص وقف على المسرح لابس ملابس من أي مكان وخلص، يعني هذا وهاي مجرد بين قوسين احتفالية أو مجمع. طبعاً إحنا نعمل مهرجانات وفق قوانين، وفق يعني كثير موافقات من الشخصيات، وفق ضيافة شخصيات كبار. مو من النوع، ماكو، لا يوجد لقب في أي مهرجان، لا يوجد يعني شخص فايز بأي عمل، مجرد فقرة أنت تأديها مهرجان. اللي عرض الأزياء وتجمع هاي الشباب شلون إحنا يتطرق لهواي أمور. مثلا عندنا شركات داخلة بالعراق، شركات ملابس، اللي هي شركات الملابس يعني جوز ما يعرف عن عمله بالفيسبوك، ما يعرف عن عمله عن طريق الزبائن اللي عنده، فيقدر هاي يعني يستغل هذا الموضوع. وكثير هنا من الديوانية اشتغلوا على هذا الشيء ونجح العمل. يعني هاي الشخصيات الموجودة قياساتها كلها
قياسات ملكان وحلوه وشفة شيء قوره ومهتمه بالرياضه طبعا للعلم، فيقدر يلبس هاي الشخصيات من الازياء اللي موجوده عنده، وراح يسوي جلسات مثلا تصوير او يظهر على مسرح من المسارح او مهرجان دولي مشارك به، وراح نذيع اسم الشركه وراح نقدم صاحب الشركه. هذا الموضوع انحسب اعلان له او انحسب فتشي حلو تقديم له بطريقه غير طريقه حلوه وناسكه ومرتبه، بين قوسين كسر روتين للعمل. فكثير هسه كثير من الشركات وكثير من المجمعات اللي قاعد تعمل على هيك موضوع، احكي لك على مستوى عراقاني وعلى مستوى اما الدول الاوروبيه والعربيه، لا هذا من زمان يعملون به هذا الموضوع، هسه بالعراق بدت تروج هذا الموضوع. زي العربي او زي الخليجي، يعني قله من الشباب قاعد يلبسون هاي. قبل فتره اشتهر هذا الموضوع اللي زي الخليجي وزي العربي، اقبال عليه واسع من الشباب، والا هو كان يعني شويه ما مسلط الضوء عليه بالعمل. بعض المصممين حاولوا يعني يضيفون لمسات حلوه وانيقه وشبابيه تجذب انتباه يعني المتلقي او الزبون او بعض الشخصيات على مود هذا الشخص يجرب هاي اللبسه، ويعني قاعد اشوف ان الشباب يعني ما قاعد تكسر الروتين باللبس. يعني مثلا اللي عنده سفره مكان يلبس زي خليجي، اللي عنده مثلا مناسبه قاعد يلبس الزي العربي. يعني الحمد لله وشكر صاير اقبال عليه بفضل مصممين وبفضل ناس تركت بصمه بدولتنا ومحافظتنا لاكثر من هذا الموضوع. استغلنا بموضوع الزي الخليجي، يعني التجربه كانت ناجحه، تجربه حلوه واضافه شيء جديد. طبعا تحياتي لجميع الاصدقاء اللي يعملون بهذا المجال من ناحيه المصممين ومن ناحيه الشخصيات اللي قاعد تروج عن هذا الموضوع وتشتغله. زي الخليجي زي اجدادنا، زي الخليجي زي ابائنا واهلنا، وهو بعد زي العربي، يعني زي العربي معروف عنه احنا كمناطق الجنوب، هو زينا يعني وزي العراق يعني بصوره عامه، لان اجدادنا كانوا يتميزون بلبس هذا اللبس. والحمد لله والشكر يعني حبينا نعيد هذا الموضوع ونشتغل عليه، بس كان الاقبال على الزي العربي الاقبال شويه ضعيف بصراحه، لان الكل قاعد تلتجئ ملابس الحداثه. فبنشتغلنا على موضوع الزي كملابس نلبسها ونعرض بيها ونشوف نعرفها على الناس. بس احنا قبل هذا الموضوع احنا احد الاصدقاء المصممين حب يطور فكره الزي العربي ويضيف عليه بعض الشغلات الشبابيه اللي هي مثلا كصايه، شغل عليها مثلا اضافات، اكسسوارات ماركه، فصار هذا الموضوع يجذب الانتباه. احنا طرقناه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الشباب شافوا الموضوع حلو، شافوا اللبسه حلوه مثلا، جربوا هذا الموضوع وصار عليه اقبال كلش حلو. وبهاي الحاله احنا يعني اشتغلنا على موضوع حلو وروجنا عنه بصوره صحيحه وراقيه، والحمد لله والشكر يعني الكل قاعد شكو شخص تعاملنا وياه من ناحيه الزي العربي، امانه شكو شخص تعاملنا وياه، يعني قاعد نتواصل وياه ونقول له شنو حاليا الاقبال، شنو الشغل، يقول فتشي راقي وقاعد نضيف بعد موديلات، وان ان شاء الله ان بعد عمل للزي العربي والخليجي وبعض الدول العربيه، ان شاء الله راح مهرجان خاص او عمل خاص او عمل ترويجي خاص بالايام القادمه. مواكبه التطور وبنفس الوقت احياء الموروثات القديمه، ترى هاي فكره مو قليله، مو بس هيك بنخلي عليها لمسه حلوه وبصمه جميله، هذا يساعد اكثر على ان الناس تنشد لهيك مشاريع. محمد خلى بصمته
وأبدع بمجال التصميم هو وبمساعدة أصدقائه من الشباب خلى هذا الموضوع يتطور أكثر وساعد أكثر بأنه ينتشر تصاميمه بكل المحافظة وحتى في باقي المحافظات العراقية. محمد أكيد نجح بهذا المشروع بجهده وبتصميمه وبقرار من ذاته على أنه ينجح. قصة محمد ما انتهت بعدها، خلينا احنا وياكم نرجع ونشوف البقية. عالم الأزياء أو مجال الأزياء وعالم التصميم يعني تتدخل به هواي أمور. أكو تصاميم مقبولة بالمجتمع اللي أنت به أو بالدولة اللي أنت به أو بالمكان اللي أنت به، وأكو تصاميم لا من ناحية التصاميم الغربية أو التصاميم بقية الدول يعني يشوفون الموضوع فعلامة استفهام. مثلاً بعض الموديلات اللي خارج دولتنا قاعد تلبس، أكو مواضيع عليها إقبال وأكو مواضيع ما عليها إقبال، بس نرجع ونقول الشخص اللي يصمم هذا الموضوع والشخص اللي اشتغل على هذا الموضوع لابد من أكو أشخاص تأخذ هذا الشيء وتشتغل عليه وعليه إقبال لازم. يعني من ناحية إحنا كشباب حالياً الشاب العراقي أو الشاب الديواني إقبال على اللبسة الهادئة، اللبسة الرسمية، يعني إذا كانت عنده مناسبات أو إذا كانت عنده اجتماعات أو إذا كانت عنده فد أماكن يعني شغلات رسمية. أما اللبسة الكاجوال قاعد نشوف عليها إقبال هماته فد شي حلو. فأوضاعنا بتصاميم الملابس مستقرة على هاي الثلاث أنواع، مستقرة على ثلاث أنواع اللي هو الرسمي واللي هو الكاجوال سبورت واللي يعني بنطرون وقميص وفد شي فلات. يعني طبعا موضوع الأزياء وعملنا المهرجانات وما اختص بموضوع الرجال الأزياء، الرجال لا، عملنا اشتغلنا مهرجانات في بغداد، عرض نسائي وعرض رجالي. عرض النسائي دخلنا به بدلات الأعراس، دخلنا به الفساتين، دخلنا به اللبس الكاجوال، دخلنا به بعض الأذواق يعني اللي قوية ونجح يعني هذا العمل وصار عليه إقبال حيل قوي. طبعا المهرجانات اللي عملناها وفق ضوابط ووفق لجان بعيدة كل البعد عن الألقاب، بعيدة كل البعد عن كل المسميات اللي قاعد تنطرق حاليا في مجتمعنا. الأزياء مجرد شيء تعريفي للذوق، شيء تعريفي للشركة الداعمة، شيء تعريفي للشخص المصمم على مود ينجح عمل الطرفين وعلى مود نقدم شيء حلو وراقي. مشاهدينا هذه كانت قصة محمد اللي جمع بها بين التصميم والأزياء والتميز وبين إحياء الموروث القديم، هذا الشيء الناس أكيد تحبه وكنا نفتخر بأمثال محمد وبقدرتنا أكيد على تشجيعهم أكثر من خلال برنامجنا ومن خلال أكيد كل الأمور اللي تساعدنا قدر الإمكان على أنه إحنا نشجعهم. قصة محمد انتهت، رح ننتقل إحنا وياكم مشاهدينا إلى قصة ثالثة بس بعد الفاصل. اهلا ومرحبا بكم من جديد. ان تحاول مرارا وتكرارا مو يعني انه انت مو ناجح، بالعكس هذه فكره يعني انت غير قابل للاستسلام ابدا، والنجاح لابد ما يكون حليفك. خلينا احنا وياكم مشاهدينا نتعرف على قصتنا الثالثه. اسمي مهند حسون حسين، عمري 29 سنه، تحصيل الدراسي طالب تربيه رياضيه مرحله ثانيه جامعه السامراء، الحالة الزوجية أعزب، مارسة كويك بوكسين. انجذبت لهاي اللعبة، بدينا يعني نشوف الألعاب، مارسنا عدة ألعاب والألعاب كانت في نادي سامراء عدة ألعاب مثل كرة قدم وسلة وفنون قتالية، فشفنا هاي اللعبة الكيك بوكسي من ضمن الألعاب القتالية ومارسناها بداياتنا واستمرينا عليها. لقيت موهبتي بهاي اللعبة، يعني نقول موهبتي قريبة على هذا الشيء. بداياتي كانت في نادي سامراء 2007، مدربين اللي اشرفوا على تدريبي إحسان شفيق عجيل وحسين خلف كاظم من بداياته لحد الآن. الصعوبات اللي واجهناها في التدريبات من الجانب المادي اللي واجهنا هاي الصعوبات، والحمد لله هسه يعني
تعاقبنا على صعوبات. مثل ما تعلم من الجانب المادي يعني احنا كنا كطلاب ونشتغل كسبة ومنا شغل ومنا تدريب ومنا دراسة، يعني مقسمين الجدول مالتنا. وفرت بين الدراسة والعمل والتدريب، قسمت أوقاتي وقدرت أسيطر الحمد لله. الدعم كان كلش ضعيف يعني كمبتدئ، وهسه يعني من تطورت الحمد لله بدا يعني الدعم زاد علي من الأهل، من الأصدقاء، من الشارع احنا نقول. على المستوى المحلي اول يعني بداياتنا كانت على مستوى المحافظة، والحمد لله احرزت المركز الاول وبطل محافظة، ومن ثم بطل منطقة الشمالية احرزت على المركز الاول الحمد لله، ومن ثم شاركنا في بطولات العراق واحرزنا بطولة العراق اكثر من مرة، وحاليا انا لاعب منتخب وطني لمدة من سنة 2017 ولحد الان للسنة الثالثة على التوالي. كمشاركة دولية اشتركت، اول مشاركة دولية كانت في 2016 في روسيا، وبعدها بفترة قصيرة شاركت في بطولة عرب في صارت في دولة تونس، وحرزت المركز الثاني على الوطن العربي. وبعدها اشتركنا في بطولة تركيا الدولية وحرزت المركز الثاني في بطولة تركيا الدولية. وبعدها اشتركنا يعني 2016 وراها 2018 اشتركنا في بطولة كأس العالم في روسيا وحرزت على المركز الأول على ذهبية. لكم نتابع قصة مهند من مدينة سامراء واختياره الجريء لهذا الهدف. ليش؟ لأن صراحة بعض الفنون الرياضية ممكن تكون مؤلمة أو تسبب الضرر لصاحبها، خاصة بهذه الرياضة. مهند اختار هذا الهدف وقرر حتما أنه هو ينجح به، لذلك بعد ما قرر خلص أكيد كان النجاح هو الحليف الأول له، وصادفته هواية تطورات أخرى. هذا الشيء ساعده أيضا أنه يجتاز كل الصعوبات. ليش؟ لأنه اعتمد على نفسه أولا، وكانت هي القوة دائما المعيار الأساسي بخطواته. نرجع احنا وياكم مشاهدينا إلى قصة مهند ونتابع البقية. أهمية الحزام يعني تبدي تدريجيا من الأبيض وتبدي تتدرج لحد ما تصل على الأسود. كبداية تبدي بالأبيض يعني كلاعب مبتدئ، ومن ثم تبدي كل فترة تتدرج بالحزام. إذا ما عندك احنا نقول حزام أقل شيء لازم بني، يلا يحق لك تشترك بالبطولات. يعني أقل البني مثلا الأزرق أو الأخضر ما يحق لك تشترك بالبطولات، يعني كلاعب يعني نقول مو مؤهل 100%. فمن تاخذ البني تبدي يعني احنا نقول بيك المؤهلات، ومن ثم عاد تبدي بالاسود واحد دان اثنين دان لما تصعد. كبدايه لاعب اول ما تدخل القاعه كبدايه لاعب تبدي بالابيض، وتبدي تتدرج عاد برتقالي واخضر وازرق واصفر، عاد تبدي تتدرج كل حزام بفتره، يعني مثلا كل حزام باول شيء مثلا احنا نقول 3 شهور وراها 6 شهور، تبدي تتدرج لحد ما تصل البني اهلك للبطوله، يعني تنزل يحق لك تنزل بطوله، غير البني ما يحق لك، يعني ازرق ما يحق له. عاد تبدي ورا البني تبدي باسود، يبدا الاسود واحد دان اثنين دان ثلاثه دان، هذا بين اسود الواحد دان للاثنين دان هاي فتره كلش عاليه، يعني من سنه لسنه ونص، يلا من الواحد للاثنين تطفر، ومن الاثنين تبدي عاد هم فد سنتين يعني ثلاثه. احنا عندنا يعني احنا نقول حركات استعراضيه كاتات مثل ما نقول في مثل باقي الالعاب، بس احنا ككاتات ما نستخدمهن كبطولات. عندنا نظام يسموه الميوزك بهذا الشيء، يعني كانما نازل مثل باقي الانظمه. احنا لعبتنا متفرعه الى 7 انظمه مثل الكيوان واللوكيك والفول، هذا النظام يسموه نظام حلبه، هذا يعتمد على القوة. نظام اللايت كونتاك والكيك لايت والسيمي والميوزك مثل ما تطرقنا إلى هاي الكاتات، هذا يعتمد نظامه أبساط. كل نظام يعني لعبة يختلف، تنقيطه يختلف كل نظام. تصنيف فردي كل سنتين يصنف اللاعب، هاي في بطولات العالم، اكو بطولات تصير كل سنة واكو بطولات تصير كل سنتين،
بطولات كلش قوية وكبرى، هاي الصنفة للاعب. وحاليا يعني مثل حاليا السنة هاي دخلت للكيك بوكس للألعاب الأولمبية في 2024 في باريس دخلت. أنا آخر يعني آخر بطولة كانت في 2019 أنا يعني ماخذ المركز الأول في بطولة روسيا، لأن يحتاج التصنيف يحتاج لمشاركات يعني مستمرة في بطولات العالمية، على ضوها يبدأ التصنيف. يعني مو على البطولة مثلاً، إذا تأخذ البطولة مثلاً تأخذ أول راح تصنف مثلاً أول، لا تعتبر هاي يعني إحنا شلون نقول مثل كرة القدم نقاط، هاي نقاط تجمعها كل بطولة لك نقاط، يحتاج مشاركات مستمرة يعني مشاركات دورية. يعني إحنا أكثر من 10 بطولات إلى 9 بطولات في السنة الواحدة تكون بطولة عالم. إحنا ما نقدر نشترك، نقدر نشترك لو بوحدة لو ما نقدر نشترك. مشاهدينا قصة مهند بين مجموعة من القصص اللي أخذناها بدقة وركزنا عليها لتميزها، لكن للأسف نلاحظ بشكل عام ماكو اهتمام بهذا المجال من قبل المختصين. لذلك بالحقيقة يعني هم بكل الرياضات بكل المؤسسات الرياضية نلاحظ أكو إهمال، خاصة للأشخاص اللي يحاولون قدر الإمكان أنه يرفعون اسم العراق عالياً. احنا من هذا المنبر نقول لمهند وكل اصحاب مهند ان هم يقومون بنفسهم ويعتمدون على ذاتهم، اكيد احنا راح نكون مشجعين لهم وهم راح يكونون متميزين بعالم الرياضه. راح نرجع وياكم مشاهدينا لقصه مهند ونتابع شنو كانت النهايه. اللي يمنع اللي يشارك في هذه البطولات اللي يمنع يعني الضائقه الماليه، هاي تمنع. يعني احنا عندنا عدة مشاركات اذا كانت على مستوى الدولي واذا كانت على المستوى العربي، بسبب الضائقة المالية يعني اكو بطولات ما نقدر نشترك بيها. وحاليا هسه يعني جارية بطولة عالم ما قدرنا نشترك بها في ايطاليا. احنا كاتحادات وكلعبة ما تابع لوزارة الشباب والرياضة، احنا يعني تابعين اللجنة الاولمبية والاتحاد العراقي مركزي. الاتحاد العراقي المركزي ما يقدر يوفر مثلا كامل المتطلبات الماليه، لان انت مثل ما تعلم مشاركه اللاعب الواحد اكثر من 25 الى 30 ورقه تكلف اللاعب. وناشدنا الحكومه يعني كحكومه محليه ومحافظه ناشد وماكو. 90% من البطولات الخارجيه اشتركنا من الدعم الخاص. ومن جهة من يعني احنا نقول من جهة سياسية في سامراء، هي سيادة النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، هذا الرجل داعم مستمر للرياضة وخاصة للكيك بوكس في سامراء من 2017. من 2007 بدايتي كانت يعني احنا نقول كل الصعبة، والخلاني يعني واصراري لهذا الشيء يعني البطولات اللي افوز بيها هذا الخلاني استمر. والحمد لله هسه يعني مثلا ما تقول كل بطوله اخذها مثلا بالشارع الاهل الاصدقاء العلاقه التشجيع كلش قوي. احنا كل بطوله يعني ناخذها وهذا اكو وعود، بس وعود الحكومه المحليه هي يعني بها جانب رياضي اي دعم ماكو، وحكومه المحافظه هم بها عضو مجلس محافظه تروح تقدم له نريد دعم مثلا لهاي البطوله شنو؟ يقول لك ما عندنا. المعدات البلقاعه كلها دعم ذاتي، يعني اي دعم يعني ماكو لا من مسؤول ولا من جهه رياضيه، هذا فقط على حساب يعني احنا نقول المدرب مالتنا، هذا كل التجهيز وهذا مثل ما تشوفوا تطوير للقاعه، هاي من افضل القاعات على المستوى على مستوى العراق، يعني افضل قاعه. الشهادات بالبدايه تدرج يعني احنا نقول مثل لاعب وراها تدخل دورات تدريبيه، والحمد لله 2011 دخلت دوره تدريبيه دوليه وحصلت على شهاده تدريب دوليه، وعندي شهاده تحكيم على مستوى التحكيم. احنا نتمنى من الشباب يتركون الاشياء مثلا الكوفيهات، يبتعدون من هاي النراقيل ويتجهون للرياضة، مو بس يعني فقط الكيك بوكسين، يعني يتجهون لأي رياضة هو مثلا هاويها للرياضة، ونطالب من المسؤولين الدعم المالي لهاي الرياضات. ماكو شيء صعب إذا عندك إرادة وإصرار، ماكو شيء صعب، هو أهم شيء الإرادة والإصرار، وينسى مثلا
هاي ما تفيدك وما ادري شنو، يعني يلقى تخريب، ينسى كل شيء. عندك اراده واصرار توصل لابعد شيء. مشاهدينا، بعد ما تابعنا احنا وياكم ثلاث قصص متميزه ومحافظات عراقيه مختلفه، ثبت لنا انه طريق النجاح ممكن يكون في بعض الاحيان صعب، بس علينا انه نتبعه، لا نخاف نتبعه، لانه هو ممكن يكون اللي يصنعنا. تابعونا مشاهدينا الاسبوع القادم بحلقه جديده وبقصص ملهمه ورائعه كالعاده. الى اللقاء.